بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. عاجل آخر تحديثات مواعيد فتح الطيران بين مصر والسعودية للسفر المباشر من مطار القاهرة. إليكم التفاصيل متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم حتى ننقل لكم كل ما هو جديد متعلق بمواعيد فتح الطيران بين مصر والسعودية وآخر مواعيد عودة العمالة المصرية للسعودية. آخر تحديثات موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية مع إنهاء كثير من الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا بالسعودية، ازدادت التساؤلات حول وقت عودة الطيران مرة أخرى بين مصر والسعودية، وذلك لرغبة عدد كبير من المواطنين في العودة للمملكة وممارسة أعمالهم كما كانت قبل كورونا. لذا في خلال هذا الفيديو سنوضح لكم مواعيد عودة الطيران بين مصر والسعودية، آخر تحديثات موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، على الرغم من أن السعودية من أوائل الدول التي قررت تخفيض الإجراءات الاحترازية حتى أنها بدأت بوقف التباعد بين المصلين الحرم، لكنها لا زالت تحس المواطنين على ضرورة تحقيق التباعد على قدر الإمكان لحين الخلاص نهائيا من كورونا. وكانت فكرة تخفيض الإجراءات الاحترازية المملكة بمثابة بشرة خير للعمال الذين عادوا إلى مصر للأجازة السنوية، ثم ظهر قرار بمنع السفر للسعودية لحين الخلاص من أزمة كورونا، حيث أعطاهم هذا التخفيف أملا بالعودة قريبا لأعمالهم عندما تقرر حكومة المملكة عودة الطيران كما كان بين مصر والسعودية. وعلى الرغم من أن المملكة أنهت التباعد الاجتماعي بين المصلين الحرم، إلا أنها لا زالت تقلل من حماية مواطنيها من القادمين من خارج السعودية، وذلك بإلزامهم على القيام بعدد من الإجراءات أولا قبل السماح بدخول المملكة. وعلى رأس تلك الإجراءات أخذ لقاح كورونا بجرعتين مع إحضار شهادة تثبت ذلك عند وصولهم المطار، الالتزام بالجلوس في عزل طبي لمدة أسبوع عند دخول المملكة، ولا يتم الخروج إلا عقب إجراء تحليل يثبت عدم حصول الضيف بكورونا. الموعد المحدد لفتح الطيران بين مصر والسعودية. تزايدت في الفترة الأخيرة الاستفسارات المتعلقة بتاريخ المحدد لعودة الطيران بين مصر والسعودية كما كان في السابق، لكن حتى الآن لم يتم الوقوف على تاريخ معين لعودة الطيران بين البلدين. وحين الاستقرار على موعد بين الطرفين مصر والسعودية سيتم الإعلان عنه. متابعينا، أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.